أما في شخصية الأسبوع بعد كشف فضائح أخرى عما يجري في البيت الأبيض الأمريكي أثناء حكم الرئيس الحالي دونالد ترامب، نسلط الضوء على صحفي أمريكي مختص بشؤون التحقيقات الصحفية يعتبر مرجعية في هذا المجال، اشتهر بكشف فضيحة ووترغيت التي أدت إلى إطاحة برئيس الأمريكي الأسبق آنذاك ريتشارد نيكسون عام 74. حامل مفاتيح البيت الأبيض الأمريكي بوب وودوارد في شخصية الأسبوع. وينضم لنا كالعادة في الاستوديو زميل الصحفي محمد صياد. مرحبا بك محمد. محمد، مرجعية التحقيقات الصحفية عند هذا الشخص، هذا الصحفي الأمريكي الكبير في الولايات المتحدة. نعم، هو الصحفي الذي يعد مرجعا لصحافة الاستقصاء في العالم، ليس في الولايات المتحدة أيضا. نعم. حامل مفاتيح البيت الأبيض، كاشف أسرار البيت الأبيض، أفضل صحفي على مستوى أمريكا، هكذا وصف هذا الصحفي. هو يعني قبل أن نخوض في هذا الصحفي وفي سيرته، يعطي لمحة بأهمية وقيمة الصحفي. الصحفي ليس فقط رجل علاقات عامة، إنما هو من يسقط الرئيس إن أخطأ، هو من يغير الحكومة إن أفسدت، سلطة رابعة. هو سلطة رابعة، هو الرقيب والحسيب على المسؤولين وعلى السلطات، على المؤسسات الرسمية وحتى غير الرسمية. لذلك هنا تظهر قيمة الصحفي الحقيقي. فعلا الصحفي بوب هو من مواليد 43، ولد في مدينة لينوي في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني درس أو قبل في كلية الحقوق عام 70، لكنه اتجه إلى الصحافة، عمل سنة واحدة في صحيفة محلية قبل أن ينتقل إلى صحيفة واشنطن بوست ذائعة الصيت. نعم. عمل فيها محققا صحفيا، كلف عام 72 هو وزميل له اسمه كارل برنشتاين بقضية ووترغيت، وهو من فجر فضيحة ووترغيت، وهو من أسقط الرئيس الأمريكي، وبل وحوكم هذا الرئيس قبل أن يصدر عفوا عنه من قبل الرئيس فورد. نيكسون. نعم. الرئيس فورد هو الذي أصدر عفوا عن نيكسون. نعم. استمر في كشف التحقيقات منذ ذلك الحين، منذ فضيحة ووترغيت بات يكتب عن الرؤساء أمريكا المتتالين. كان يكتب عليه. نعم. كتاب، كتب عن أوباما، كتب عن لكن ترامب. يعني اليوم هناك حالة من الزوبعة والعاصفة يعني في الولايات المتحدة عن الكتاب الذي من المتوقع أن ينشر في 11 سبتمبر. هذا الكتاب الذي يعني حتى الآن يتصدر مبيعات أمازون. يعني هذا الكتاب وأيضا ما كشفته CNN مؤخرا عن مكالمة هاتفية، هنا أيضا تظهر بأنه الأكثر تأثيرا في الولايات المتحدة، الصحفي الأكثر تأثيرا عندما يتحدث ترامب أو يجري محادثة هاتفية مع هذا الصحفي. هو يعلم ما يجري في البيت الأبيض. محمد. نعم، هو اعتمد على 6 مصادر مقربة من داخل البيت الأبيض للحصول على معلومات، حاول حسب المكالمة الهاتفية في الحصول على معلومات مباشرة من ترامب، لكنه لم يتمكن، وهذا لذلك اتصل به ترامب وقال لماذا أنت لم تتجه لي شخصيا. قال له الصحفي نعم اتجهت لك ولم أتلقى إجابة. هذا الكتاب محمد الصحفي ذكر نقطة مهمة، وأن المسؤولين في البيت الأبيض يحاولون أن يخفون عدد من الملفات. نعم. عن الرئيس الأمريكي لكي لا يتخذ خطوات حازمة فيما يتعلق بهذه القضايا. أظهر فعلا سرقة لبعض الوثائق أو إزاحة لبعض الوثائق، وأيضا يعني وصف نظرة بعض المسؤولين لترامب داخل البيت الأبيض. البعض ينظر للرئيس الأمريكي على أنه أحمق، البعض ينظر على أنه غير مؤهل، وتصرفات صبيانية. يعني العديد، يعني كشف الكثير هذا الصحفي، فبالتالي هو لديه قدرة على جعل المصادر تتحدث أو تقول ما يجب ألا تقول. هذه قدرة استثنائية
هو يستطيع، لديه مصادر كثيرة، الناس والمصادر تثق به، بنى سمعة واسما كبيرا في الولايات المتحدة وفي العالم، واليوم بات مرجعا لجميع الصحفيين في العالم، وفي قدرته على فضح أو كشف فضائح، نشر وثائق. في العام 2000 أيضا كشف وثائق عن دور الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في 80 دولة حول العالم. هو لا يقتصر عمله فقط عن الولايات المتحدة، لكنه أيضا في الكثير عن دور الولايات المتحدة في الحرب في العراق وفي أفغانستان، وأيضا اليوم يكشف في كتابه عن دور ترامب في سوريا وأنه أراد إسقاط الأسد، وعن كثير من الوثائق التي يكشفها هذا الصحفي مهند. مرجعية الصحافة الاستقصائية كانت هنا معنا ومعك أنت محمد صياد زميل الصحافة 24 نيوز، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام مدار الأسبوع لهذا الأسبوع، نشكر لكم حسن المشاهدة، إلى اللقاء في حلقات قادمة الأسبوع المقبل والأسابيع القادمة بإذن الله.